ينتظر أن تستأرف اليوم المفاوضات بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل لحل الأزمة بين الطرفين حول الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وفق ما ذكره الناطق الرسمي سامي الطاهري. الطاهري قال في تصريح أن الوفد المفاوض التابع للاتحاد سيعقد جلسة جديدة مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مشددا على أن عدم التوصل إلى اتفاق إلى حد اليوم هو خسارة ومضيعة للوقت وفق تعبيره. المتحدث أوضح أن الإضراب العام الذي أقرته المنظمة النقابية في يونيو الماضي ما زال قائما، مؤكدا أن تنفيذه من عدمه مرتبط بنتائج المفاوضات الجارية مع الحكومة. وللحديث أكثر عن هذا الملف تنضم إلينا من تونس الصحفية نسرين حمداوي. نسرين، أهلا بك مرة جديدة برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الأخبارية. يعني يتم التداول بأن هناك جدلية ما زالت قائمة بين اتحاد الشغل والحكومة فيما يتعلق بزيادة المرتبات، زيادة الأجور، يعني هل من جديد؟ ويبدو أن هناك أيضا مطالب أخرى، كيف يمكن وصف الأجواء؟ وهل هناك ما ينبئ بوجود حلحلة حول هذا الملف؟ نعم، مرحبا. بالفعل الاتحاد العام التونسي للشغل كان عقد خلال الأسبوع الماضي 3 جلسات تفاوضية مع الوفد الحكومي، واليوم من المنتظر أن تعقد جلسة رابعة بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي كانت بدورها التقت رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل يومين للتداول في الوضع العام في البلاد. هنالك عديد النقاط الخلافية بين وفد الاتحاد المفاوض والحكومة التونسية تتعلق بالأساس بالمفاوضات الاجتماعية أو الزيادة في الأجور وتنفيذ اتفاقات مسبقة كانت عقدتها الحكومة السابقة في شهر مارس 2021. أيضا هنالك نقطة أخرى تتعلق بالمنشور 20 الذي يضبط شروط التفاوض بين النقابات وبين الحكومة التونسية والذي يفرض المرور إلزاما برئيس الحكومة قبل التفاوض المباشر مع المؤسسات العمومية وأيضا الوزارات في تونس. الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم تحدث وقال أن الوفد الاتحاد كان قدم في آخر جلسة التي عقدت الجمعة الماضية وثيقة تقدم خلالها حلول حقيقية، قال إنها قد تخرج البلاد من الأزمة، لكن الحكومة لم تبدي أي رأي بخصوص هذه الوثيقة، وقال إنها تلجأ إلى الحلول الترقيعية من بينها التفويت في المؤسسات العمومية وإيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية وتسريح الموظفين وأيضا التدين من الخارج، وقال إن هذه الحلول ليست واقعية ولا يمكن أن تخرج البلاد من الأزمة، وأكد أن كل وقت يمر دون التوصل إلى اتفاق حقيقي بين الحكومة واتحاد الشغل هو مضيعة للوقت وفق تعبيره. نعم نعم. بالتالي يعني هل نستطيع القول أن هناك معايير جديدة طرحت في الجلسة الثالثة؟ يعني لم يتم التوصل إلى أرضية مشتركة بين اتحاد الشغل وبين الحكومة. بالفعل لم يتم التوصل إلى اتفاق إلى حد هذه اللحظة باعتبار أن النقاط الخلافية عديدة ومتعددة، باعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل ما زال يضغط للحصول على مزيد الزيادات في الأجور للقطاع العام والوظيفة العمومية، في حين أن الحكومة تقول أن صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض معه للحصول على قرض في غضون هذه السنة اشترط عليها عدم التقليص ربما في كتلة الأجور وعدم مزيد الانتداب أو الزيادة في أجور الموظفين. نعم بالفعل هذه هي الإجراءات التي كانت فرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة للحصول على هذا القرض المقدر ب 4 ملايين دولار. وأيضا الحكومة تقول أن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد خانقة حاليا ولا يمكنها التقدم في المفاوضات بهذه الشروط التي يضعها الاتحاد العام التونسي للشغل، وبالتالي فإن عديد النقاط الخلافية ما زالت قائمة بين الطرفين. لذلك اتحاد الشغل على لسان سامي الطاهري يقول أن مبدأ الإضراب العام ما زال قائما والذي كان قد أقره خلال شهر جوان الماضي بعد تنفيذ الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية، لكن الإضراب في قطاعات الوظيفة القطاع العام وأيضا في القطاع الخاص ما زال قائما، وربما يعقد الاتحاد خلال الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة هيئة إدارية وطنية للنظر في مزيد الإجراءات النقابية للضغط على الحكومة من أجل فرض هذه الشروط. نعم نعم. بمعنى أن الحكومة اليوم في مأزق بين ما يطالب به اتحاد الشغل من رفع بالأجور وبين ما يطالب به صندوق النقد الدولي بسياسة التقشف. نشكر لك كل هذه التوضيحات. على كل حال سنكون في متابعة لهذا الملف. كانت معنا من تونس الصحفية نسرين حمداوي، شكرا لك.